Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Maka Hassanat, nous sommes à la ferme pour le sacrifice des moutons qui nous ont été confiés. Donc, voici les moutons de Maka Hassanat. Ils vont être, Inch'Allah, sacrifiés aujourd'hui par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah d'accepter ce sacrifice pour toutes les personnes qui ont participé avec nous. Taqabal Allah minna minkum salih al-a'mal. غفر لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أداعي القبر إن القبر لا يدري ولا يسمع ولو أسمعته يوما فلا والله لا ينفع أداعي القبر كم سور أتت آياتها تمنع وسورة فاطر فيها ونمل غاية المقنع أما تقرأ ما أنت لمن في القبر بالمسمع ولست بمسمع الموتى أما تبصير أو تسمع وآيات مفصلة كثير كلها يمنع أتدعو ميتا أضحى رهين القبر والمصرع له في نفسي شغل عن شغل الورى أجمع وهذا سيد الثقلين عند الحوض إذ يفزع يقال له لقد زاغوا وخلوا واضح المهيع وإنك بعدما مت فلا تدري الذي يصنع كذلك سعينا بالموت عند حلوله يقطع فلا يبقى